نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل. ما بعد بابا يا عمري بدي اشتغل. بدي شو؟ بدي اشتغل. ولكن احنا ما عنا بنا يا بتدوى الصف مش هادئها عينا البنت بتتدلى كل شي بيجي بخدمتها ونحنا ما عنا بنا بتدوى الصف مش هادئها بتتدلى كل شي بيجي بخدمتها شغلك قلبي وعاطفتي وحناني مش رح تفدي لأي شي تاني شغلك قلبي وعاطفتي وحناني مش رح تفدي لأي شي تاني بكفي منك رئيس الجمهورية قلبك بابا و
ونستعطي بالسهرة بقى كمان.